طيب ال ملف الكرة طبعا انت مطمئن له تماما. طبيا لا، الكرة فنيا في ايد في ايد امينه، في ايدي الامينة. فمطمئنين له جدا الحمد النهارده لله. انتوا كنتوا كقايمة مع فرقة قدامى الكرة في في النادي، فرقه شمس في النادي فريق الشمس، حاجه تسعد كانوا حريصين انه يدعموا القايمة طبعا ويدعموا الكابتن طبعا الخطيب طبعا. حب ويحتفلوا يعني بيه. مظاهره حب، لو حضرتك شفت الكابتن وهو نازل الملعب كانت الحقيقه، ونط الكرة كده شوية، وجميع الأفاضل لاعبي النادي الأهلي السابقين. الحياة تقليد، يعني تقليد فرقة الشمس دي في الأهلي فكرة رائعة، رائعة الحمد لله. إن القدامى يفضلوا متجمعين. يعني الدكتور حسن مصطفى وهو بيكرم بيتكلم ذكرها على طبعا فريق الشمس وعلى فريق شوقي، واخد بالك؟ طبعا. وإزاي كانت وأنيس المباريات بيه بينهم، عطية وأنيس بيه عطية والظلم يعني. كان جميل الله يرحمه. لا الحقيقة النهاردة كانت مظاهرة حب، وناس ربنا يحفظهم جميعا، كلهم عملوا للنادي الأهلي، ولن ننسى انت ولن ينسى أي شوف نجوم منصف الكرة بمختلف الاجيال. الأجيال طبعا. كابتن محمود ربيع حسام غالي، عارف حضرتك كان معانا في الزيارة دي، أهو يظهر باين في الصورة أهو كابتن فتحي نصير، طبعا ربنا ربنا يديله يديله الصحة صحة، يا رب إن ربنا شاء يديله الله. صحة، له دور كبير في مسيرة الكابتن يا خطيب من سلام، بدايته. كابتن محمود كان بيقول النهارده جابني من البيت للنادي ايوه الاهلي، بالظبط. ربنا لا لا، يديله من الصحه. الناس اللي ليها قيمة كبيرة قوي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن وشادي، زكريا ناصر، شادي كابتن محمد، شادي، وكابتن هشام حنفي، وشام حنفي، واحمد حسن، كابتن مختار، وكابتن احمد، ووليد، وكابتن مختار. كابتن ياسر ريان، اما انا بقول لحضرتك يعني كابتن تقليد مرتجي فكرة، كمان هو موجود. لا تقليد فكرة ان يبقى في نجوم الكرة. يمكن كابتن محمد رمضان مش موجود لانه كان عنده واجب عزل لاحد الاصدقاء، ربنا يكرم. لكن فكرة ان دول يكونوا موجودين دايما في ظهر الكرة ونجوم الكرة. متواجدين دائما ومعانا في المباريات ومنتظمين، كابتن زكريا نصر منتظم، كابتن شريف عبد المنعم منتظم، كابتن خالد بيبو منتظم، يعني هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. طيب